أهلا بكم. غضب زيدان من لاعبيه ورغبة برشلونة في ضم راشفورد أبرز ما ورد في صحافة هذا اليوم الثلاثاء. البداية ستكون من إسبانيا والتعادل المخيب للريال بميدان ليغانيس بهدف لمثله في ختام الجولة 32 من الليغا. واستطاع الريال العودة في النتيجة كما كتبت الماركا بفضل الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفه 18 هذا الموسم وأنقذ الريال وزيدان من هزيمة في ميدان ليغانيس. المباراة عرفت مشاركة الدوليان المغربيين أنصيري وزهر من جانب ليغانيس وشهدت المباراة إلغاء هدف لأنصيري بسبب التسلل. ركزت على غضب زيدان من لاعبيه باستثناء المنقذ كريم بنزيما الذي كان رجل الريال في مباراة أمس. زيدان لم يكن راضيا على مستوى الفريق خصوصا في الشوط الأول ويتمنى أن يستفيق الفريق في المباراة المقبلة ضد بلباو. في إنجلترا تطرقت التايمز لفوز الغانرز أرسنال على واتفورد بهدف للدولي الغابوني بيير إمريك أوباميانغ ليمنح الفريق فرصة التواجد ضمن الأربعة الكبار المشاركين في دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف عن تشيلسي. في الديلي تيليغراف نقرأ عميد واتفورد تروي ديني يساعد أرسنال على الظفر بالثلاث نقاط في السباق من أجل المشاركة في تشامبيونز ليج الموسم المقبل. ديني تدخل بالمرفق على وجه لوكاس توريرا لاعب أرسنال ما جعل الحكم يوجه البطاقة الحمراء مباشرة للاعب الذي ترك فريقه منقوصا منذ بداية المباراة. في السان كتبت أمس شاهدنا الوجه القبيح لديني عميد واتفورد. دائما في إنجلترا ومع الديلي ميرور التي اهتمت اليوم بربع نهائي دوري أوروبا بين البارسا واليونايتد وقالت إن الفريقان قد يتفقان على انتقال ماركوس راشفورد إلى النادي الكتالوني هذا الصيف مقابل 100 مليون جنيه استرليني خصوصا وأن اللاعب الشاب لم يجدد مع الفريق عقده الذي ينتهي في 2020 والمفاوضات عسيرة بينه وبين مانشستر يونايتد وبرشلونة قد ينتهز الفرصة من أجل الظفر بالجناح الإنجليزي الطائر. هذه المعلومات تؤكدها الديلي إكسبريس التي قالت إن ملف راشفورد يؤرق إدارة النادي الإنجليزي لأن عقد اللاعب لم يتبقى منه سوى موسم واحد فقط. في الصحافة الكتالونية البداية مع سبورت نقرأ ما صرح به رئيس برشلونة بارتوميو فيما يتعلق بفرنسي غريزمان حيث قال رئيس برشلونة إن كان غريزمان يرغب في القدوم إلى برشلونة فعليه الحديث مع المدرب فالفيردي لكنه ليس من ضمن قائمة اللاعبين الذين يسعى النادي للتوقيع معهم في الميركاتو القادم. ودائما حسب نفس الصحيفة يؤكد الرئيس ثقته في الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو. في الموندو ديبورتيفو نقلت الصحيفة ما صرح به الرئيس بارتوميو حول غريزمان عندما يتعلق الأمر بالشرط الجزائي فإن القرار يعود للاعب وإلى حد الساعة لم يتواصل اللاعب مع النادي. في الكوريري ديلو سبورت ورغم الاهتمام الكبير بدور الأبطال إلا أن الجريدة اهتمت بميركاتو المدربين والحديث عن إمكانية تدريب كونتي للبايرن بما أن روما والإنتر لم يتوصلا إلى اتفاق مع المدرب الحر من أي ارتباط إلى حد الساعة تبدو الفرصة مناسبة للبايرن من أجل التوقيع مع كونتي. ننتقل إلى غازيتا ديلو سبورت وحماس دوري الأبطال حيث وضعت على صدر صفحتها صورة لكريستيانو رونالدو بعنوان لا تقتربوا من عرشي في إشارة إلى أن رونالدو هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع الريال الموسم الماضي وعليه قيادة اليوفي لتجاوز الفريق الشاب لأجاكس الذي أخرج حامل اللقب من أجل الوصول إلى النصف. نفس الحماس في توتو سبورت التي ركزت على كريستيانو وقالت إن النجم البرتغالي يجب أن يكون في قمة مستواه من أجل تمهيد الطريق للقبه السادس في دوري الأبطال. وأخيرا مع فرانس فوتبول التي خصصت حيزا كبيرا لنجوم سابقين وحاليين تحدثوا عن من هو الأفضل ميسي أم كريستيانو وأنت ما رأيك من الأفضل سيد برشلونة أم صاروخ ماديرا. نلتقي غدا بإذن الله.